الفرق أقوى والمنافسة أوسع للموسم الثالث على التوالي. الام تي في بتقوم بنقل مباشر وحصري لكل مباريات الدوري اللبناني. جمعة 4/10 بعد الظهر تضامن صور بيتواجه مع النجمة. السبت 4/10 بعد الظهر البرج بيواجه شباب البرج. الأحد 4/10 بعد الظهر الأنصار بيتواجه مع شباب الساحل مباشرة على الام تي في.